قص شريطه بعد انتظار طويل. طريق الدورة اليوسفية السريع يفتتح أمام المركبات. مشروع بطول 15 كيلومتر يضم مجسرين ومقتربات بأربعة مسارات. طريق يربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والجنوبية، أنجز بتكلفة 150 مليار دينار. يربط طريق سريع الدورة مع الخط السريع رقم 1 المتوجه إلى محافظات الوسط والجنوب. هذا يسوي قطع لمنطقة تعاني من ازدحامات كثيرة اللي يمر من منطقة الدورة وعلوة الرشيد والمحمودية. هذا مباشرة يجي من الخط السريع إلى ويربط على الخط السريع الآخر. السريع الجديد يعد أول سريع يفتتح بعد أكثر من 30 عاما. استيعابه للمركبات من وإلى العاصمة سيسهم في تخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية، إلى جانب تقليل الزخم على المدخل الجنوبي بتحوله ممرا للمحافظات الجنوبية. طريق دورة يوسفية المرور السريع هو من أهم الطرق اللي تنفذ في بغداد بعد توقف دام تقريبا 35 عام على أي إضافة لشبكة الطرق في العاصمة. أهميته كونه يمثل منفذ ثاني للعاصمة بغداد، ينقل الحركة من المحافظات الجنوبية ومن غرب بغداد باتجاه مركز الرصافة مرورا بجسر الطابقين. ومع افتتاح هذا السريع بغداد ستتنفس جنوبيا بجرعة إضافية لما سيوفره هذا الطريق الذي تم بأياد عراقية وضمن ما رسم له من مواصفات فنية. طريق استراتيجي يعد إضافة مهمة لشبكات الطرق في بغداد، فالطريق سيخفف من الزخم المروري داخل العاصمة وعند مدخلها الجنوبي، وسيحيي المناطق المحيطة به ضمن خطة التوسع العمراني. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.